بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. نرحب بالأخت الكريمة وبالسادة الأعزاء، ونفتتح جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية. في الأيام الماضية كان عندنا جلسات طارئة، واليوم جلسة اعتيادية. اليوم تختلف عن السابق، لأن اليوم الحكومة تحولت إلى حكومة تصريف أمور يومية. صوت مجلس النواب الموقر مشكوراً بقبول استقالة رئيس الوزراء، وبالتالي تعتبر الحكومة مستقيلة، وفي هذه الحالة تتحول إلى حكومة تصريف أمور يومية. الاستقالة إن شاء الله مقبولة، لأن الخيارات الأخرى غير صحيحة. عدم قبول الاستقالة يدخل البلاد من جديد في أزمة، وإحنا الاستقالة اعتبرناها أحد الحلول إلى الأزمة اللي طالبت بها المرجعية، وهي هدفها تخفيف الوضع والتهدئة. فبالتالي نعرف صعوبات الأوضاع ونعرف المشكلات الموجودة أمام القوى السياسية، ونعرف أن هاي حالة للمرة الأولى تحصل، وبالتالي ما إلها سوابق. لكن أعتقد الفهم القانوني والدستوري إلها فهم واضح. هذا أمر مهم. كان أمامنا طريقين نلجأ إلى: إما أن تستقيل الحكومة، وهو ما سرنا عليه، وبالتالي أرسلت الرسالة إلى مجلس النواب، أو أن نعلن خلو الموقع بموجب المادة 81 ثانياً. وهذا خيار يكون أن رئيس الجمهورية هو يصبح رئيس الوزراء، وبالتالي تستمر الوزارة في عملها، لكن برئيس وزراء جديد لمدة 15 يوماً لحين اختيار رئيس وزراء جديد من قبل رئيس الجمهورية. نعتقد أن هذا يعقد المشهد أكثر ولا يحل. لذلك بعد الاستشارة مع القانونيين وخصوصا المحكمة الاتحادية بشكل شفهي، ذكر أن يجب أن ترسل الرسالة إلى مجلس النواب، وهو ما قمنا به. لذلك قلنا هم مشكورين، أمضوا، حتى ما نستخدم غير كلمة، أمضوا الأمر، وتعتبر الوزارة أصبحت مستقيلة، وأصبحنا إحنا في دائرة حكومة تصريف الأمور اليومية. وهذا أمر سليم يجب أن نتفهمه، ويجب أن نسهل ونساعد عليه، وإحنا نقدر مشاكل البلاد. نتمنى حقيقة من هذا الموقع على القوى السياسية أن توجد البديل بأسرع وقت ممكن، أن ترشح رئيس وزراء، وأن رئيس الوزراء يشكل حكومة بكامل صلاحياته خلال أقصر فترة ممكنة. المدد الزمنية الموجودة هي 15 يوم أمام رئيس اختيار رئيس وزراء جديد، و30 يوم إلى رئيس الوزراء المكلف أن يختار حكومته وتعرض على مجلس النواب لنيل الثقة، سواء الوزارة بتشكيلتها أو بمنهاجها الجديد. المدد إذن القصوى الأمامنا هي 45 يوم، يعني إذا استنفذت 15 يوم بالكامل، وإذا استنفذت 30 باليوم بالكامل، فالمدد الأمامنا القصوى هي 45 يوم. لكن إن شاء الله الإخوان يتوفقون وتكون المدد أقصر من ذلك، سواء في اختيار رئيس وزراء جديد أو أن يختار السيد رئيس الوزراء الجديد وزارته الجديدة. وإحنا كنا يقيناً يعني سنكون أكبر عون إلى السيد رئيس أو السيدة، ليش لا، سيد أو السيد رئيس الوزراء الجديد، وكذلك للوزراء الجدد كل التسهيلات وكل ما يمكن أن يساعد ويسرع وينتج عملية أرقى وأفضل من الوضع الحالي. سنكون نحن داعمين بكل ما لدينا من قوة. أنا أعتقد هذه الخطوة كانت خطوة مهمة. قيل لماذا الحكومة لم تقدم استقالتها منذ بدء الأحداث، والجواب كان أن هذا سيكون أمر صعب آنذاك. لما تكون البلاد في وسط دوامة وفي وسط أزمة، لا يمكن لقائد عام قوات مسلحة أو رئيس وزراء أن يترك البلد في ضبابية وفي تيهان وبدون إدارة حقيقية. لأن حين ذاك، إذا خصوصا إذا لجأنا إلى خيارات
يعني غير واضحة، ممكن فعلا يعني البلد يكون في أزمة أشد خطورة من الفترة اللي قضيناها في محاولات حل هذه الأزمة والتهدئة. احنا بالنسبة لنا ما نجامل أحد لما نقول أن المظاهرات كانت حدث جيد وعظيم. المظاهرات فجرت أزمات كبيرة موجودة في البلد، ونبهت الطبقة السياسية ونبهت الجميع أن هناك معادلات مغلقة نبه إلها مراراً، لكن لم تسمع بالشكل المطلوب والصحيح. فبالتالي تحتاج إلى ضغط شعبي كبير حتى تحاول أن تعيد الأمور لنصاباتها. هناك أوضاع كثيرة حقيقة في المحاصصة وفي قضايا الفساد وفي الرؤى والفلسفة العامة لإدارة الدولة، ما كان هناك جدية كافية من القوى للتصدي لها بالشكل الصحيح. حتى لو كان أكو جدية نظرية، لكن عندما تذهب إلى القضايا العملية نجد حقيقة العودة إلى الخانة الأولى. فالمظاهرات حدث مهم، وهو تجديد شبابية العملية وإزاحة كثير من السلبيات، وأعطت الحكومة وتعطي الحكومة زخم للإصلاح والضغط نحو الإصلاح. وإلا إحنا عرضنا قبل الأزمة، عرضنا في الشهر الثالث نظام جديد للانتخابات في وقتها، ورفض أيضا يعتمد أعلى الأصوات، رفض لأن كان هناك نوع من التعصب والعناد في رفض هذا الشيء. الآن الضغط اللي موجود يدفع الجميع للقبول، وقدمنا المشروع من جديد. فالعكس صحيح، أصبح الآن اندفاع أكثر في مجلس النواب ولدى القوى السياسية باتجاه قبول مثل هذه المبادئ الجديدة في الانتخابات أو في تغيير المفوضية. هذا الضغط، هذا لولا الضغط كان بقينا نكرر نفس الدورات الأربعة، نفس ما يجري سابقا، أن النظام الانتخابي ابتعد كثير عن قاعدة الشعبية وأصبح يجدد لقوى محددة بالذات تحتكر النظام الانتخابي. طبعا الحجة التي يقال أن الديمقراطية دائما هي بها أحزاب، صحيح، لكن الأحزاب في الدول الديمقراطية هي أحزاب منفتحة على الجمهور بشكل واسع، والجمهور يدخل ويطلع من الأحزاب، بحيث هناك جسور كثيرة بين الجمهور أو الشعب مع الأحزاب، وهذا للأسف الشديد عندنا غير موجود. الأحزاب مغلقة جدا في حالاتها، فعندما تكون مغلقة أي مفصولة عن أوسع الجماهير، ومن ناحية أخرى النظام الانتخابي فقط يخدم الأحزاب، فنشهد احتكار للسلطة كما حصل عندنا. وهذا الاحتكار للسلطة سيبعد قطاعات الشعب عن العملية الانتخابية، خصوصا قطاعات الشباب. الشباب اليوم دورة انتخابية يكون عمره 14 سنة، الدورة الثانية هو ناخب وعمره 18 سنة. فإحنا مرينا بثلاث أربع دورات، أي عندنا عدد كبير من الشباب اللي بدأ يبتعد أو ينفصل أو توضع بوجه موانع في دخول العملية الانتخابية، وبالتالي صار يشعر ما عنده تمثيل، لا يمتلك تمثيل حقيقي في الطبقة السياسية أو في السلطة السياسية. لذلك أقول أن المظاهرات كانت عمل فيها جانب كبير من إيجابي. وأنا أذكركم إخوان، لا حد يروح في اتجاهات خاطئة، ادرسوا كل الثورات بالعالم كلها. هاي الثورات الآن احنا نشيد بيها ونقول غيرة مجرى التاريخ، مهما كانت اتجاهاتكم. إذا كانت اتجاهات شيوعية يسارية، شوفوا ثورة أكتوبر في الاتحاد السوفيتي، شوفوا الثورة الصينية، اشقد الثورات أكلت من الشعب، واشقد تضحيات قدمت خصوصا في سنواتها الأولى، إلى أن نضجت ووصلت وقدمت مجتمعات قدرت أن تبني نفسها، وأخذت سنوات وعقود طويلة حتى تصل. ثورة أكتوبر جقد أخذت حتى تبني دولة، والدولة حتى انهارت لاحقا بعد سنوات، بعد عقود من تأسيسها، ورجعت أعادت بناء نفسها. الصين جقد أخذت ومرت المسيرة الكبرى ثم وصولا إلى الثورة الثقافية، وجقد أكلت من أبنائها، وجقد داخلها حصل الصراعات إلى أن قدرت تؤسس. الثورة الأمريكية جقد أكلت من أبنائها، وشقد ضحت حتى تقدر تستقر وتوصل إلى دولة عظمى في العالم. فرنسا، الثورة الفرنسية شقد أخذت، كم جمهورية مرت بها فرنسا
حتى قدرت وش قد أكلت من أبنائها أيضا حتى تقدر توصل إلى نوع من الاستقرار. فبالتالي ماكو تجربة تنزل بالباراشوت. تجارب الأمم هي تجارب تدافعات تحصل إلى أن تجد معادلات المجتمع مستقراتها. الحمد لله الآن مهما الخسائر خسرناها في المظاهرات عزيزة وكبيرة، نخسر نفس واحدة هي عظيمة علينا، فكيف إذا كان أعداد أكبر؟ مع ذلك هاي الحساسية اللي تولدت أمام هذه الأعداد من المتظاهرين وأن الكل ينتفض وحقيقة يعني يطالب بإنصاف الضحايا هو شيء عظيم في البلد، مو شيء سيء. نعم الآخرين قد يستغلون، نفهم هذا الشيء، لكن في المحصلة هذا الشيء جيد. وأن تستمر العملية وتعاد إلى نصاباتها وسياقاتها السلمية لتداول سلمي للسلطة، هذا أيضا شيء مهم. هذه الحكومة لما شكلت في 24 تشرين الأول 2018، لو كان صار تصادمات في ذاك الوقت كان الضحايا عشرات مئات المرات أكثر من الضحايا اللي وقعوا هاليوم. هذا مو تبرير لسقوط الضحايا، لكن الظاهرة التاريخية يجب أن تفسر أيضا بعين تاريخية، بفهم تاريخي. فبالتالي هاي الحكومة خلال السنة اللي مرت حاولت أن تنجز أشياء كثيرة ومهمة. فالاستقالة أرجو أن نشوفوها هي محاولة للتهدئة ومحاولة للانتقال من حالة إلى حالة قد تكون تتوفر لها بيئة وظروف أفضل. نتمنى أن هذا يحصل. بها خطورة نعم، بها حساسيات، بها إمكانية الانتكاسة أيضا موجود. لذلك نقول نصيحتنا لأنفسنا ونصيحتنا لإخواننا أن الكل يعاون الكل، ونحاول أن ننجح بهذه التجربة ونساعد إخواننا بغض النظر عن الانطباعات، بغض النظر عن القرارات الموجودة عندنا. حكومة تصريف أمور يومية مو أحسن من الحكومة الاعتيادية. يقينا الحكومة الاعتيادية لديها صلاحيات هواية أوسع، يعني حتى موضوع الموازنة اللي إحنا لا نزال نحاول نجد طرق لتقديمها إلى البرلمان، لا تزال نقدر أو ما نقدر أن نقدم. صحيح اتخذنا قرارات إحنا، بس لستكون مقبولة لنا، ستكون مقبولة للآخرين أن نقدم الموازنة بهذا الشكل. لو هذا ما حذرنا عنده مرات عديدة، أن نسارع حقيقة في إنجاز الأمور وما نذهب إلى متاهات ومسارات غير واضحة حتى نستطيع أن نقدم الموازنة. إحنا كان يجب أن نقدم الموازنة بالشهر العاشر، لكن الحكومة عندما تعطل كل هذه المدة الطويلة جيد أن ننجزها. والآن إحنا في نهايات الموازنة، لا نزال نبذل جهودنا حتى نستكمل القضايا الشكلية الموجودة في الموازنة. مع ذلك هناك علامة استفهام كبيرة، هل لدينا الحق رغم القرارات التي اتخذناها في الجلسات السابقة، هل لدينا الحق بتقديم موازنة باعتبار أن حكومة تصريف أعمال لا تقدم مشاريع قوانين إلى مجلس النواب؟ والموازنة هي مشروع قانون كما أكدنا كل القانوني، حاولنا أن نجد مخرج لكن بقوا يصرون أن الموازنة مشروع قانون وحكومة تصريف الأعمال لا تقدم موازنات، لا تقدم مشاريع قوانين. رح نبقى نبذل جهد حتى نشوف شو ممكن أن يصير. فحكومة تصريف الأعمال هي أقل مستوى من الحكومة العادية، وكنا دائما نقول أن أوضاع البلاد تحتاج حكومة بكامل الصلاحيات. لذلك نشدد اليوم على إخواننا بالإسراع في إنهاء حكومة تصريف الأمور اليومية، لأن مهماتنا ستكون صعبة، أصعب من السابق، وأوضاع البلاد الآن أصعب من السابق، وأوضاع البلاد الآن تحتاج قرارات أكثر جرأة من السابق. فبالتالي المسؤولية مسؤولية الجميع. إحنا نحاول نقوم بواجبنا، مجلس النواب يحاول أن يقوم بواجبه، رئاسة الجمهورية، مجلس القضاء، الرأي العام، القوى السياسية والأحزاب كلها يجب أن تقوم بواجباتها. ما أريد أكرر من جديد يعني عمر الحكومة، إن شاء الله يكون هناك تقرير مفصل فيما أنجزت الحكومة بما لها وما عليها، نجاحاتها وإحباطاتها، بروح موضوعية ما بيها تحزب أو ما بيها تعصب. مثلا أنا اليوم استلمت مثلا التقرير البرنامج الحكومي الثاني، وهذه أول مرة في تاريخ العراق يقدم التقرير اللي هو لأربع سنوات، يقدم كل فصل وكل ستة أشهر يقدم تقرير
عن إنجازات الحكومة، والإنجازات هنا لا تذكر عبر الانطباعات بل تذكر عبر الأرقام والأوزان، يعني لكل عمل له وزن أو له رقم يقاس به، لا يقال أنجزنا، لا يقال جيد، لا يقال جيد جدا، لا يقال متوسط، وإنما يقال أنجز هكذا نسبة، يعني وزن أو رقم. عندي بناء أنجز 70% من البناء، عندي شركة ربحت أو أسس لها كذا نسبة من بنائها أو من آلاتها أو مما أشبه وهكذا. وهذه راح تسمح لمجلس النواب وللشعب العراقي بمراقبة حكومته بشكل أفضل من ناحية، وتسمح لنا بمراقبة وزاراتنا بشكل أفضل. راح نقدر نعرف الوزارات، نعم بعض الوزارات قد زيد شوية نقص، يجوز مرة تمشي مرتين تمشي، لكن بمرور الوقت راح يكون هناك مسطرة واضحة تراقب عمل الوزارات، والوزير يراقب دوائره ومديرياته، والمدير يراقب أيضا أقسامه وشعبه وهكذا، ونزولا حتى نقدر فعلا ننفذ البرنامج الحكومي. يعني إحنا عندنا في برنامجنا الحكومي مثلا للسنوات الأربعة، وهذا سبب الخلاف اللي صار في قراءة التقرير الأول للستة أشهر الأولى، هذا التقرير الثاني للستة أشهر اللي بعدها يعني تنتهي في تشرين. في وقت الإخوان اللي قروا الأرقام قروها بشكل مو دقيق، يعني إحنا مثلا عندنا في برنامجنا الحكومي عندما ننجز في الستة أشهر الأولى عدد من المشاريع، زين، يعني مثلا ننجز مثلا 76 مشروع لو فرضنا، هذا مو كل، لما نقول هذه النسبة تمثل الستة أشهر الأولى المستهدف بها يصير 70-80%، لأن كانت مستهدفة مثلا 90 مشروع فأنجزنا 76 مشروع منها، فعندما يظهر هذا الرقم يكون واضح، زين، فكل موجود وبالأرقام، وكل سنة مثلا في هذا الموضوع. فعدد المشاريع مثلا لكل السنوات الأربع 1065 مشروع، عدد المشاريع المنجزة بشكل كامل 76 مشروع، عدد المشاريع التي أنجزت مستهدفاتها، يعني هي واضعة هدف لنفسها أن تنجز 40% من المشاريع، مو 100% لكن بدأت تشتغل، 259 مشروع، عدد المشاريع التي حصل فيها حيود بكل دقة ووضوح، عدد المشاريع التي بدون مستهدفات إلى حد الآن موضع لها مستهدفات، وأتكلم بالسنوات الأربعة، ما ممكن أن كله ينجز بالستة أشهر أو بالسنة الأولى أو بالسنة الثانية، إحنا متعهدين أن ننجز هذه المشاريع للسنوات الأربعة. فأرجو يعني أن تقرأ هذه الأمور بشكل واضح وصحيح. فالعمل هنا عمل علمي مو عمل انطباعي، والله الوضع زين أو الوضع مو زين هكذا على الخواطر، وإنما عمل خبرة، وعمل خبرة من أعلى الخبرات في تقييم وتقييس هذه المسائل، فأرجو الانتباه لها. كذلك من المستجدات اللي أيضا سترسل إن شاء الله إلى مجلس النواب والحسابات الختامية في كل الفترة الجمهورية، من فترة عبد الكريم قاسم إلى الفترة البعثية الأولى إلى الفترة العارفية إلى الفترة، ما عندنا حسابات ختامية في الدولة العراقية. المرة الأولى إحنا هاي السنة رح نرسل حسابات ختامية، مو للسنة الماضية، للسنوات 2012 و13، يعني كل هذا عمل إحنا أنجزناه خلال هذه الفترة، وترسل كل سنة يقولون وين الحسابات الختامية، وين حساب الأرباح والخسارة، وما يقدم. إحنا وسط كل هذه الظروف، وسط هذه الصعوبات، ننجز عمل مهم من أعمال تأسيس الدولة بدون حسابات ختامية شلون تقدر تشتغل إذا أنت ما تعرف قد تربح وتخسر؟ فبدون حسابات ختامية أصلا ما حد يقدر يحاسب أحد. حاولنا أن نطور في مفهوم حكومة تصريف الأمور اليومية، كتبنا ورقة، أنا كتبت عدية ورقة، تجارب الدول الأخرى اللي تمر بحكومة حكومات تصريف أمور يومية. الدائرة القانونية في الأمان العامة أيضا مشكورة، قدمت ملاحظاتها اللي تتفق وتختلف مع ورقتنا. اتصلنا احنا، ارسلنا الورقة ايضا الى قضاء ومشرعين ومنهم المحكمة الاتحادية، ووجدوا ان هاي ورقة جدا ناضجة. مرت الحكومات السابقة بفترات اشتغلت بدون مجلس نواب وكان منتهي فترة التشريعية، فهي حكومة تصريف امور يومية، لكن تصرفوا حقيقة احيانا خارج مفهوم
حكومة تصريف الأمور اليومية وحصلة تعيينات وحصلة أشياء، أربكت حكومتنا في بداية مجيئها إذا تتذكرون، لأن أصدروا أشياء ما كان من صلاحيتهم إصدارها حتى لو كانت صحيحة، لكن لم يكن من الصلاحية كحكومة تصريف أن تصدر مثل هذه الأشياء، وحصلت مرات عديدة. لكن الآن إذا قدرنا أن نمشي في هذه المسألة ستسجل سابقة لنا وللحكومات القادمة إذا دخلت في نفس الوضع، لأن حيكون عدا فرد ممارسة عراقية ليس كلمات عامة وردت في الدستور ما بها غير يعني الاسم حكومة تصريف أمور يومية، حاولنا في النظام الداخلي نخلي بعض الأشياء وهنا طورنا أكثر. فقلنا ما يلي: تستمر الحكومة عند استقالتها وعند حل مجلس النواب أو انتهاء أعماله لكنها تصبح حكومة تصريف أمور يومية، ولا تتوقف عن إداء واجباتها إلا مع استلام الحكومة الجديدة لمهامها. 2، يقصد بتصريف الأمور اليومية اتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واضطراد، قلنا هذا المبدأ في المرة السابقة وهو موجود في النظام الداخلي. 3، تكون حكومة التصريف مؤهلة لإدارة القضايا الروتينية غير القابلة للتأجيل التي يجب القيام بها والتي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واضطراد، أو القضايا العاجلة والملحة التي لا يمكن انتظار الحكومة القادمة لمعالجتها، ولا يدخل في مفهوم تصريف الأمور اليومية ما هو عادة خارج اختصاص الحكومة فيما يتعلق مثلا الآن القضاء يستمر في واجباته ما تتغير، يعني هو شنو سياقاته في التعيينات وفي الترفيعات وفي غيره احنا ما ندخل به، أو السلطة التشريعية أيضا هي عندها هيكلية كاملة تتصرف بها كما تشاء. وستتوقف حكومة التصريف عن تطبيق منهاجها الوزاري في الأمور التي لم تبدأ بها أو التي قد تؤثر على عمل الحكومة القادمة، لأن قد يجي رئيس وزراء يغير منهاج الوزاري ويتخذ منهاج وزاري جديد، فبالتالي يجب أن نسمح له الفرصة وأن حتى يصحح المسارات إذا كان عندنا احنا مسارات خاطئة، لكن الأمور اللي ماشية في المنهاج نحاول أن ننفذها لأن يحصل ضرر بها كثير. كما يجب أن تمتنع عن إقرار أن قرارات التي من شأنها التأثير على قدرة الحكومة الجديدة من القيام بمهامها، قلنا وتكون الأمور الجارية بطبيعتها أو جوهرية عادة تلك التي تكون ضرورة لحسن سير المرافق العامة والقرارات التي تتعلق بالعمل العادي لهذه المرافق والتي تقوم بها كل حكومة عادة، أو ما يعتبر التوقيع الوزاري عليها ضروريا لإضفاء الشرعية. هذه بعض الأشياء اللي نقول عليها أن يعني هذه الورقة هي ليست تعليمات وإنما هي مجرد guidelines، هي خطوط مرشدة لما تتضمن حكومة تصريف الأمور اليومية، لأن المفهوم لا يزال غامض عندنا في العراق. هذا ما حبيت أنا أكلمكم به.